الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآية الكريمة التي معنا في هذه الحلقة هي قول الله عز وجل: وبالآخرة هم يوقنون. ربنا سبحانه وتعالى استفتح هذا القرآن العظيم بسورة الفاتحة، ونبه في سورة الفاتحة على مركزية الدار الآخرة في إيمان المؤمن. وفي أول سورة البقرة التي تلي سورة الفاتحة قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم ذكر الله عز وجل أوصاف المتقين فقال سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يمكننا أن نلاحظ في هذه الآية أن الله عز وجل قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والإيمان بالآخرة يندرج في الإيمان بما أنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما أنزل قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون، يعني أهل الإيمان موقنون بالآخرة. طيب، ما أهل الكتاب موقنون بالآخرة، يعني لما خص الله عز وجل في هذه الآية أهل الإيمان وقصر الإيمان بالآخرة على أهل الإيمان من المسلمين؟ ذكر الله عز وجل: وبالآخرة هم يوقنون، يعني أهل الإيمان يوقنون بالآخرة، لأن إيمان أهل الإيمان بالآخرة ينبني عليه عمل. أهل الكتاب يوقنون بالآخرة، صحيح، يوقنون بالموت، يوقنون بالبعث، يؤمنون بالجنة، يؤمنون بالنار، لكن إيمانهم بهذه الأشياء لا ينبني عليه عمل، بخلاف المؤمن. فالمؤمن إيمانه بالدار الآخرة ينبني عليه عمل، إيمانه بأنه سيلقى الله عز وجل ينبني عليه عمل، إيمانه بأن أعماله ستعرض يوم القيامة ينبني عليه عمل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فربنا سبحانه وتعالى حين قال في هذه الآية: وبالآخرة هم يوقنون، نبه على نوع خاص من أنواع الإيمان بالدار الآخرة، وهو الإيقان الذي يتلوه العمل. إذا علمت أنك ستلقى الله سبحانه وتعالى، إذا علمت أن هناك جنة، أن هناك نار، أن هناك حساب، أن هناك في الآخرة يعني أعمال تعرض يوم تبلى السرائر، إذا علمت هذه الأمور التي تحدث في الدار الآخرة، فإن هذا الإيمان يتلوه عمل، يتلوه عمل للجنة، يتلوه عمل للبعد عن النار. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن عباد الرحمن الذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ذكر الله عز وجل عنهم الأعمال الصالحة: يقيمون الليل، يصلون، يتصدقون، يفعلون الخير، لأنهم يوقنون بالآخرة، مش مجرد معرفة. يعني الإيمان بالآخرة ليس مجرد عمل معرفي، وإنما هو عمل يتلوه، وإنما هو إيمان يتلوه عمل، تصديق يتلوه عمل. ولذلك كان الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، يعني ليس مجرد إن الإيمان معرفة فقط، لا، وإنما يتلوه عمل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وبالآخرة هم يوقنون. فإيقانك بالدار الآخرة
وإيمانك بالدار الآخرة يتلوه أنك تعمل لهذه الآخرة، أنك تعمل لأنك ستلقى الله سبحانه وتعالى، أنك تعمل لكي تدخل الجنة، أنك تعمل لكي تنجو من النار. هذا هو حقيقة وبالآخرة هم يوقنون. الإيمان بالآخرة هو كثير في القرآن الكريم، لا يكاد يعني لا تكاد صفحة من صفحات القرآن الكريم تخلو من التنبيه على أهمية الإيمان بالدار الآخرة، لأن المؤمن الذي يؤمن بالدار الآخرة حياته ونظرته لحياته تختلف عن المؤمن الذي لا يوقن. أقصد هنا بالإيمان كما قال الله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. المؤمن المسلم الذي يستحضر الآخرة في تفاصيل حياته يختلف عن المسلم الذي لا يستحضر الآخرة في تفاصيل حياته، لأن تفاصيل هذه الحياة إذا استحضرت فيه الدار الآخرة يبقى الإنسان لن يعمل عملا إلا وهو ينظر إلى آخرته، ينظر إلى مآل هذا العمل، مآل هذا العمل في الآخرة إن كان خيرا فسيقدم عليه، وإن كان شرا فسيبتعد عنه، حتى ولو كان العمل عمل دنيوي محض، يعني حتى ولو كان هذا العمل عمل متعلق بالدنيا فقط، فإن مآل هذا العمل هو الذي سيحدد هل تعمل هذا العمل أو لا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حتى في أعمال المسلم العادية في طعامه وشرابه في سعيه على أهله، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التعلق، تعلق هذه الأعمال بالدار الآخرة. يبقى هو حتى بيعمل عمل دنيوي فهو يستحضر في هذا العمل الدنيوي ما سيلقاه عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: واللقمة يضعها المرء في فيه امرأته صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أعمال كثيرة قد يظن الناس إن هذا العمل لا تعلق له بالدار الآخرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أهمية أن يستحضر الإنسان المؤمن أن يستحضر الآخرة في تفاصيل حياته كلها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من تذكير أصحابه بالدار الآخرة، ويكثر من تذكير أصحابه بما سيقبلون عليه يوم القيامة. ليه؟ أو لماذا؟ لكي يحققوا هذه الآية، وبالآخرة هم يوقنون. مع أن أهل الكتاب يؤمنوا بالآخرة، لكن إيقان المؤمن بالآخرة إيقان خاص، هو إيقان يتلوه عمل، هو اعتقاد يتبعه انفعال لهذه الجوارح للإيمان بالدار الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب هذه الآية، وبالآخرة هم يوقنون. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.